بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا محاضرة صغيرة على السبلين، حتة بسيطة وما فيهاش مشاكل كتيرة. وبعدها إن شاء الله ناخد فيلم ريدنج سيشن على حسب الوقت ما يكفي بإذن الله تعالى. السبلين زي ما حضراتكم عارفين موجود in the left hypochondrium. الوزن الطبيعي بتاعه حوالي 150 جرام. المقاسات بتاعته 12 في 7 في 4 سنتي، ده اكبر حاجه يعني بالنسبه للسبلين. 12 يعني من الطول من اول الديافرام لحد تحت كرينيو كودل يعني. والسبلينيك دنسيتي شبه قوي قوي دنسيتي اوف ذا ليفر، ولكن في الواقع هي اقل منه بحوالي 8 هاونس فيلد يونت. وكنا احنا بنستخدم السبلينيك دنسيتي علشان نشوف الليفر والمشاكل بتاعته. فلما يكون العيان مش محقون صبغه والليفر ابيض من السبلين بيبقى دوت هيموكروماتوزس او ستورج ديزيز، ولو كان العيان محقون صبغه وكان الليفر اسود من السبلين بيبقى فاتي انفلتريشن زي ما قلنا قبل كده. لما طلع المالتي ديتكتور سي تي وكنا بنحقن الليفر ارتيريال فيز وفينس فيز وديليت فيز، السبلين في الارتيريال فيز بيبقى عامل كده لان البارينكما بتاعته ما بتملاش كلها بالصبغه مع بعض، ولكن بتملى جزء وفي جزء تاني ما بيملاش بالصبغه، فبيبان السبلين كانه في فيلينج ديفيكتس او لينير مش عارف ايه نون انهانسنج شادوز. وكنا بنقعد نكتب الكلام دوت في التقارير وطلع كل ده غلط طبعا، لان لو انت استنيت شوية على السبلين دوت هيبقى هوموجينس انهانسد زي كده in the portal phase and in the delayed phase. واعتقد ان ده لم يعد مشكلة في الوقت الحالي، ان كل الناس عارفين ان في الارتيريال فيز السبلين هيبان عامل كده بسبب الهيستولوجي بتاعه. السبلين في ال MRI بيكون نورمالي مسود شوية في ال T1 ومبيض شوية في ال T2، لكن في بعض الاجهزه هتلاقي السبلين مسود في الاثنين ما يجراش حاجه، هتلاقيه فاتح شويه في الاثنين ما يجراش حاجه. المهم ان هو يكون هوموجينوس سيجنال ويكون الحجم بتاعه طبيعي ما يكونش فيه اي نوع من الفيلينج ديفكتس وخلافه. عندنا في السبلين بعض الحاجات الفارينس ودولت قطار، يعني السبلين اكتر من اي حاجه تانية. يمكن في البطن في حاجات كونجينيتال وعلى رأسهم ما يعرف به الاكسسوري سبلين او السبلينيول او السبينيليكولاس زي ما هتشوف بعد شويه. السبلينيول او الاكسسوري سبلين عباره عن سبلين صغير موجود جنب السبلين الكبير. وبنعرف ازاي ان دوت اكسسوري سبلين؟ ان هو شبه السبلين في كل الصور، في الارتيريال فيز وفي البورتال فيز وفي الفينس فيز وفي الام ار في التي 1 والتي 2 كله شبه السبلين الاصلي. مشكلته الاساسيه ان هو ممكن في بعض الاحيان يبقى مستيكن على ان هو ليمف نود مثلا، او ان هو يكون تيومر في البنكرياس كتير، بالذات لو كان مثلا عامل المنظر ده، يعني ده السبلين وفيه اتنين سبلينيولز هنا اهوت جنبيه، واحد منهم لازق قوي في البنكرياس كتير. ساعتها بتحتاج مجهود شويه علشان تعرف ان ذيس از ذا سبلين الطبيعي وان هو نفس الدنسيتي ونفس المناظر بتاعه ذا نورمال سبلين. And this is the appearance of the splenule by MRI في T1 زيه زي السبلين مسود شويه في T بعد لما تحن صبغه، ده T1 بوست كونتراست. لو السبلين خد صبغه هو برضه هياخد صبغه which is normal. بعد كده في مرض مشهور جدا عند الجماعه بتوع البطنه بيحبوه قوي قوي، بس احنا ما بنتعرضلوش كتير، ولكن في الكارديوفاسكولار موديول هتاخدوا كميه ضخمه جدا على هذا الموضوع اللي هو اسمه بوليسبلينيا اسبلينيا سيندروم. البوليسبلينيا والاسبلينيا يعني معناها ان اسبلينيا ما فيش سبلين، بوليسبلينيا يعني السبلين بقى فيه منه شويه قطار 3 4 5 6 سبلينيولز موجودين في مكان السبلين الرئيسي اللي هو كان المفروض يكون هنا ولكنه لم يعد هنا.
هذه الظاهرة بتبقى associated مع حاجات كتير جدا، cardiovascular anomalies و gastrointestinal anomalies، كمية ضخمة جدا من الابنورماليتيز بالذات مع الاسبلينيا. لكن البوليسبلينيا بيبقى معاه بعض الحاجات زي الاسوفجيال اتريزيا والديودينال اتريزيا، ودولك هناخدهم في البيدياتريك ان شاء الله. التراكيو اسوفجيال فيستلا وسيمي انيولار بانكرياس، جاستريك دوبليكيشن، شورت باول، ابسنت جول بلادر، بيليري اتريزيا، جاسترو انتستينال مال روتيشنز، ديت حاجات من الحاجات المعروفه. من ضمن الحاجات الشهيرة جدا اللي انت المفروض تخلي بالك منها في الصور، نمرة واحد موقع الليفر. الليفر غالبا في العيانين اللي عندهم بوليسبلينيا بيكون في النص، اللي هو ولا سايتس انفيرسس ولا نورمال سايتس، ولكنه في النص اللي هو بيقول عليه سايتس امبيجوس. وتاخدوا الكلام ده كتير في الكارديو باسكل. والحاجة التانية المهمة اللي هي ان الاي في سي ما بيكونش موجود ولكنه متكمل عن طريق الازيجوس فين اللي هو دوت كده. ان if you look beside the aorta مش هتلاقي الاي في سي، ولكن هتلاقي الازيجوس فين هو the normal continuation of the اي في سي في هذا الوقت. دولت اكتر حاجتين انت هتشوفهم في البطن في العيانين اللي عندهم اللي عندهم بوليسبلينيا. وهتلاقي الليفر في النص كده زي ما انت شايف، ولا هو رايح شمال ولا رايح يمين. كارديوفاسكولار انوماليز كتير جدا بقى، اللي هو زي ترانسبوزيشن اوف جريد فيسلز، زي الدبل اوتلت فينتريكل، بالمونري ستينوزيس، واشياء اخرى كثيره موجوده في هذا الموضوع. لكن لو انت جالك في الامتحان او السبوتنج او بوليسبلينيا، يعني لقيت كذا سبلين كده، الحاجتين الرئيسيتين اللي انت هتشوفهم في الصور بتاعه البطن هم دول: ان الليفر في النص ما هوش رايح شمال او يمين، and continuation of the IVC by the hemi azygos vein. And this is an example of polysplenia وكمان situs inverse. السبلين المفروض ان هو موجود on the left side، ولكن دلوقتي السبلين موجود on the right side represented by 4 spleens موجودين in the right hypochondrium and this is the stomach. يبقى ده العيان بالمشقلب، يعني situs inversus. And the liver is in the midline، موجود في النص بالظبط، and مفيش IVC وفي continuation of the IVC by the hemi azygos vein. وده مثال تاني نفس الحكاية، تلاقي كتير قوي الأمثلة من دوت كتيرة. ان يسي هنا هوت كذا نوع من السبلينز والليفر في النص زي ما احنا اتفقنا. and you don't see the IVC في هذه الصور، ولكن الازيجوس فين بيبقى prominent شوية. النوع التاني اسمه، يبقى اول واحد اللي هو سبلينيول. الاكسسوري سبلين ممكن يكون واحد او اتنين او تلاتة، بس يكون السبلين الرئيسي موجود، يعني الاب بتاعهم يكون موجود. اما البوليسبلينيا ما بيكونش السبلين الرئيسي موجود، ويكون كل السبلينز عباره عن حاجات صغيره. نقول عليهم ماسز. ليه ما بنقولش على الجماعه دولت ان هم ماسز؟ زي ايه الماسز؟ ليمف نودز مثلا. نعم. لا، بغض النظر، يعني الاول فين السبلين اصلا راح فين؟ ديت اول نقطه. ليه الليفر في النص كده ولا هو شمال ولا يمين؟ دي تاني نقطه. فين الاي في سي والاسيجوس فين كبير بداله؟ يبقى لو الحاجات دي تحققت، يبقى كل الكور اللي احنا شايفينها ساعتها هي ايه؟ تبع البوليسبلين. بالظبط. معنى قلنا السبلينيول شبه السبلين في كل الصور، من غير صبغه شبه اللي جنبه، بالصبغه شبه اللي جنبه، في الام ار تي 1 شبه اللي جنبه، في الام ار تي 2 شبه اللي جنبه، وهكذا. نعم. المفروض ان احنا نكتب ان في هنا اكسسوري سبلين علشان الناس ما تتلخبطش فيه وتقول ده مثلا تيومر او حاجه زي كده. طيب، بعد كده حاجه اسمها واندرنج سبلين، يعني السبلين المتجول في البطن
وهو ما بيكونش موجود في المكان الرئيسي بتاعه، ولكنه بيكون موجود lower down in the abdomen. وفي هذا الواندرنج سبلين كذا حاجة. نمرة واحد انه بيكون كبير جدا، اكبر من السبلين الطبيعي. نمرة اتنين انه يكون بالمشقلب، يعني بدل الهايلم بتاعته ما هي facing medially بيكون الهايلم بتاعته facing posteriorly زي ما حضراتكم شايفين هنا. وبما ان هذا السبلين كبير ومتحرك جوه البطن، ففي انسيدنس عالي جدا ان الفاسكولار بيديكل بتاعه يتلف على نفسه ويتقفل، ويبقى السبلين ده عرضه جامد قوي للانفاركشنز وخلافه. لكن هذا المنظر يكاد يكون كلاسيكي، وانك انت تقول اول ما تبص عليه كده عارف ان دوت واندرنج سبلين، اللي هو سبلين مش موجود في مكانه، ولور داون ان ذا ابدومين ليه نفس التكتشر بتاعت السبلين فيسينج بوستيريور. بعد كده عاوزين نتكلم على الحاجات اللي هي benign lesions in the spleen. فنرجع نفتكر الحاجات اللي كانت benign lesions in the liver، وقلنا ان الليفر فيه اربع كور مليانين مية، صح كده، وفي اربع كور مليانين solid، وان السوليد هو المالجنانت وان المية هو البناين، مظبوط كده. وقلنا ان الاربع كور اللي في الليفر اللي مليانين مية هما مين؟ سيمبل سيست والابسس والهيداتيد والهيمنجوم، صح كده. and they are هما بتوع السبلين. الاربع كور اللي مليانين مية في الليفر هما الاربع كور اللي مليانين مية في السبلين. الليفر كان فيه كورة خمسة مليانة مية ولكنها مالجنانت اللي هي بيلياري سيستا دينوما، مش موجود في السبلين. خلاص، يبقى السبلين فيه سيمبل سيست وفي هيمانجيوما وفي ابسس وفي هايداتيد سيست. ونفس الكريتيريا اللي هي كانت في الليفر هي نفس الكريتيريا بتاعت الايه بتاعت السبلين، فيما عدا حاجه واحده بس، ان السيمبل سيست بتاع الليفر عباره عن كوره مليانه ميه وفيها سبعه فاينكس اللي هم ثلاثه بالبلس واربعه بالماينس، اللي هم شارب وول وكلير ووتر كونتنت و ثين بيبر ثين وول، وبعدين مفيش سبتيشن، مفيش كالسيفيكيشن، مفيش ميورال موديول، مفيش انانس. خلاص كده، هذا الكلام ينطبق على السيمبل سيست اوف ذا سبلين. ولكن السيمبل سيست اوف ذا سبلين في منه نوعين، واحد ترو سيست which is rare، واحد فولس سيست which is common. بمعنى ان السبلين لو اتخبط وجي فيه هيماتوما وبعد شويه الهيماتوما بقت ليكوفايد وعملت بحيره مليانه ميه، يبقى دوت اسمه فولس سيست. جي فيه انفكشن وبعد شويه الحته بتاعت السبلين ماتت وعملت بحيره اسمها ميه، نفس الحكايه. بوست اوبراتيف نفس الحكايه، يبقى السيست في السبلين ما تقدرش تقول اذا كان ده برايمري يعني ترو سيست ولا سكندري يعني فولس سيست، بس انت الكريتيريا هي كوره مليانه ميه في الاثنين. فلو انت بصيت كده السبلين از ريبليسد باي كوره مليانه ميه. طيب انا هعرف ازاي دوت اذا كان ترو ولا فولس من الهيستوري؟ لو كان في غالبا يا جماعه الهيستوري ده بيكون فيج قوي، كتير جدا من الناس بتكتشف عندهم بالصدفه هذا السيست، وبعدين تقول له بقى افتكر، يقعد يفتكر بقى من 10 سنين مش عارف ايه رفصه في بطنه وبعدين اتوجع شويه وبعدين طنش وبعدين كان هو ده النتيجه. فالهيستوري ما بيكونش قد كده قوي في صالح الايه الفول سيست. فاحنا نبقى عارفين ان احنا عندنا برايمري which are true cysts lined by epithelium وسكندري واللي هم فول سيست بوست تروماتيك بوست انفكشن بوست انفاركشن. نعم، it's not the wall ولكنه زي السبلينك تيشو اللي باين. ما ده اللي فات كان كده نفس الحكايه. اوكي طيب، يبقى احنا يا جماعه هذا السبلينك سيست اللي انت شايفه زي الهيباتيك سيست بالظبط، فيما عدا انك انت لما تتسال دوت انه واحد فيهم تقول ممكن يكون ترو وممكن يكون ايه فولس. طيب اما الهيداتيد سيست فزي الليفر بالظبط، يا اما الجدار يكون كالسيفايد، يا اما يكون جواه شادو زعيمه، يا اما يكون جواه سيست جوه سيست الكبير.
لكن اشهر منظر للهايدريتد سيست في السبلين هو ده، ان هو يكون في كوره مليانه ميه والجدار بتاعها is calcified. And this is an example of hydrated cyst in the spleen with calcification in the wall. بعض العيانين، وديت مش كتير قوي بنشوفها in the clinical practice، الناس اللي عندهم بنكرياتيتس، especially لو كانت البنكرياتيتس في التيل، فهتبقى قريبة جدا من الايه؟ من السبلين. والبروتيوليتيك انزيمز اللي طلعت نتيجة البنكرياتيتس هتخش على السبلين وتعمل شوية انفلاميشن وليكوفاكشن وسيست ان ذا سبلين في وجود البنكرياتيتس، يبقى دوت اسمه ايه؟ سودو سيست سكندري تو بنكرياتيتس. اذا لقيت هذا الكلام فانت لازم يكون الاول البنكرياس في بنكرياتيتس وفي سودو سيست، وبعدين يكون اسوشيتد معاه سيست تاني جوه مين؟ جوه السبلين. الابسس اللي في السبلين زي الابسس اللي في الليبر، اللي هو عباره عن ايه؟ كوره مليانه ميه والجدار بتاعها واخد صبغه، ومش هتشوف الصبغه الا في حالتين، يا اما يكون حوالين الخراج اديمه اللي هي اللي كان زي اللي في الليبر، يا اما يكون الابسس متحرف بره السبلين عشان تعرف تشوف الجدار بتاعه وتشوف الانهانسمنت بتاعه. ولكن الابسس اللي في الليبر is more common عن الابسس اللي في السبلين بمراحل كتيره جدا. وبالتالي لو انت لقيت ليجن زي كده والجدار بتاعه انهانسنج وجواه هواء، اللي احنا قلنا اول ما تلاقي الهواء تقسم بالله العظيم، نفس الحكايه، بشرط ان ما يكونش حد لمس العيان ولا دخل بابر ولا شفط منه صديد ولا حاجه. And this is an example. This is an abscess. ده الاستومك مليانه ميه، وده الابسس اللي موجود في السبلين. وانت عارف ان الابسس بيخلف عيال صغيره زي في الليفر بالظبط، فممكن يكون جواه واحد تاني وممكن يكون عنده سب كابسولار ابسس زي في الليفر بالظبط، هما الاثنين شبه بعض. عندنا بقى هنا نقطه في غايه الاهميه. لو في اخر المحاضره بتاعه الليفر قلت لك لما يكون في كور صغيره في الليفر فانت بين واحد من ثلاثه، يا اما سيمبل سيست يا اما ابسيسيز يا اما متاستاسيس. وقلت لك انك انت عشان تفرق الجماعه دولت من بعض محتاج الهيستوري، محتاج الافلام القديمه، ومحتاج الاستعانه بالالترا ساوند والام ار اي. يمكن الكلام ده قريب قوي من السبلين، ولكن الابسس رقم واحد. الابسس في السبلين لما تلاقي كور صغيره في السبلين زي كده، سيبك من اللي في الليفر، لو في الليفر كمان مفيش مشكلة، لكن كل لما تلاقي كور صغيرة in the spleen سيبك من السيست وسيبك من المتاستاسيس. And you consider رقم واحد الابسس especially the fungus. Fungal abscesses. And this is well known في العيانين اللي هم immune compromised، اللي هم عندهم كور in the spleen شكلها زي السيستس بالظبط، ولكن في الليفر بيدخل الديفرنشال دياجنوزس للثلاث حاجات اللي هما الابسيسيز والسيمبل سيس والميتاستاسيس. اما في السبلين بالذات فبتطلع الابسيسيز على راس القائمه، وان يو كونسيدر سبيشلي ذا فانجل ابسيسيز. اند ذس از ان اكزامبل. هنا هوت في الـ في الـ في السي تي ده في فوكال ليجنز ان ذا سبلين شكلهم سوليد. فانت على طول هنقول بعد كده السوليد ليجن، وقلنا قبل كده ان اشهر سوليد ليجن في السبلين على الاطلاق هو الليمفوم. لكن لما انت رحت في الام ار اي لقيتهم سود قوي في التي 1 وبيض قوي في التي 2، يعني جواهم ميه، ما هماش دولت بتوع الليمفوم. Then you consider على راس القائمه في السبلين الكور الصغيره اللي زي السيست containing ميه، رقم واحد ابسيسيز، رقم واحد في المشاكل بتاعت الابسيسيز الفونجس. خلاص؟ طيب بتيجي هنا هو ده عيان عنده abnormal chest x-ray finding لانه بيكح ومش عارف ايه و و و وكده هوت، وبعدين عمل CT of the chest وعمل كمان CT of the abdomen. الابدومن ورالك كور صغيرة في السبلين وكور صغيرة في الليبر. الشيست بتاعه ورالك ان في ليمف نودز وان في انترستيشال اوباستيز ونوديولز وحاجات زي كده.
ده الشيست دوت يساوي يساوي مين؟ ايه؟ السامع يعني يساوي ايه؟ ساركويد. الشيست ده يساوي ساركويد. خلاص؟ ما مكتوب الإجابة على البتاع. نعم؟ طب وكلم يعني قول كأنك ما شفتش يعني قول لي أي حاجة. قول لي أي حاجة. يا سلام. عامل زي واحد واقف على البوابة بتاعت القصر العيني مرتشي بكل معنى الكلمة. يعني ما يعملش أي حاجة خالص إلا بالرشوة. فبقول له يعني ما يصحش الرشوة دي حرام وتأكل عيالك حرام وكده هو. قال لا أنا مستحيل أكل ولادي أي حاجة حرام. قلت له أمال ده إيه؟ قال لي لا الرشوة دي يعني 100,000 جنيه 200,000 جنيه كده هو. أما 100 جنيه والميتين جنيه محبة اسمها محبة. معني طيب إذا في احتمال تاني للكور الصغيرة في آخر سلايد في المحاضرة ديت اسمه the spotted spleen يعني السبلين المبقع اللي هو فيه كور صغيرة. إيه هو الديفرنشال دياجنوزس بتاعه؟ من ضمن الديفرنشال دياجنوزس بتاع البقع اللي موجودة في السبلين الساركويد. لكن لو أنت حطيت الساركويد قصاد الفنجس مش هيكسب لأن الفنجس أكتر بكتير. لو انت حطيت الكور ديت قصاد الليمفوما مش هتكسب لان الليمفوما اكتر بكتير. هي ديت بس الايه لكن انت you consider one of the possibilities of the spleen اللي spotted اللي جواه كور الساركويد. امتى؟ لما يكون العيان معروف انه عنده ساركويد او يكون في الاشعة دليل على الساركويد. والدليل بتاع الساركويد الوحيد بيكون غالبا موجود في الشيست اللي هو in the form of lymph nodes discrete homogeneous ومعها interstitial opacities and this is sarcoid. لكن انت لما تشوف السبلين بالطريقة ديت ما تقولش sarcoid لان انت تبص وتبرق كده انت حاسس ان دولت solid lesions صح؟ خلاص. Then in the differential diagnosis of solid lesions of the spleen على رأس القائمة لمفوم. اول واحد لازم تجيب سيرته لمفوم وبعدين الميتاستاسيس بتيجي في السبلين. على فكرة الميتاستاسيس أكتر من البرايمرز اللي ممكن تطلع في السبلين. وبعدين you consider the possibility of abscesses بس عشان هم صغيرين والصديد اللي جواهم عالي في الدنسي فما بتعرفش تشوف ان هم abscesses إلا بالإمار. طيب تيجي بقى للسبلين اللي هو فيه بقع كالسيوم. وانا يمكن قلت لك ان ده اشهر منظر للتي بي ان ذا سبلين وكذلك ان ذا ليفر. لما تلاقي مالتيبل كالسيفيك فوساي يبقى ده توبركلوس سبلين وخف. سواء كان في الليفر يبقى تي بي اوف ذا ليفر وفي السبلين يبقى تي بي اوف ذا سبلين. وساعات طبعا يكون معاهم بقيه الفيلم اللي هو تي بي ان ذا تشيست تي بي ان ذا ميزنتريك ليمف نودز زي الحاله اللي انا وريتها لك قبل كده. And this is spotted spleen by calcium due to TB. وفي بقعة هنا هوت بقعة 2 3 4 they are tuberculous lesions وخفوا وكذلك mesenteric lymph nodes وخفت بدليل وجود الكالسيوم and miliary TB in the chest. بعد كده ده splenic trauma. التروما في السبلين المفروض انت خدتوها في الابدومينال تروما لكن شوية كلام بسيط كده عليها. التروما في السبلين بتعمل حاجه من ثلاث حاجات يا اما سب كابسول ريماتوما زي اللي انت شايفها يا اما سبلينيك لاسريشن يا اما شاترد سبلين اللي هو متبعزق في حاله. ويمكن حد سمعني قبل كده وانا قلت ان السبلين ليه علاقه في التروما يعني بالرقم 3 وهنقولهم دلوقتي. السب كابسول ريماتوما تنفع تكون على اللاترال بوردر وتنفع تكون على الميديال بورد. يعني تنفع تكون من بره وتنفع تكون من جوه. الساب كابسولار هيماتوما معظم الناس الجراحين بيقول لك ما تفضيهاش. ليه؟ علشان الهيماتوما دايسه على الفيسل اللي بيشرب.
فاول ما انت تفضي الهيماتومه الفيسل يحوش الكمبريشن اللي عليه ويشر تاني. فهم بيبقوا شايفين انك انت تسيب الهيماتومه شويه لحد لما تشوف النتيجه شكلها عامل ازاي. اذا الحاله عدل وكل شيء تمام خلاص، يبقى ما تجيش جنب الهيماتومه ولا تفضيها ولا تعمل حاجه. And these are the stages بتاعت ال splenic laceration. splenic laceration grade 1 اللي هو في laceration كده اقل من سنتي. grade 2 اقل من 3 سنتي او من سنتي ل 3 سنتي. grade 3 اكتر من 3 سنتي. grade 4 السبلين بقى اكتر من 3 قطع، يعني حصل فيه shattered spleen اللي هو fragmentation اكتر من 3 قطع. جريد 1 اقل من سنتي، جريد 2 من سنتي ل 3 سنتي، جريد 3 اكتر من 3 سنتي، جريد 4 اكتر من 3 قطع. هو ده الايه الانجريز اوف ذا سبلين. then and this is كام ده 4 جريد 4 with splenic lacerations. طبعا في قطع كتيره اوف ذا سبلين وهيماتوما كبيره جدا حوالين السبلين. والجريد 4 هو الوحيد تقريبا اللي بيبقى ليه سيرجيكال مانجمنت، بيشيلوه عشان البليدنج، والباقيين كلهم بيبقوا كونسرفاتيف كونسرفاتيف مانجمنت. لو في بليدنج يا دكتور يعني في سبلينج لاسريشن بس في بليدنج في انتنال هيموت، اه ده مش المفروض انه بيتعمل اكسبلوريشن؟ على حسب البليدنج، يعني هو السبلينج انجريز معظمها بتبقى تريتد كونسرفاتيفلي لحد لما يشوفوا الجنرال كونديشن بتاعت البيشنت. لو هو داخل في شوك والبليدنج كتير وكده بيشيلوا السبلين، لو هو ممكن يستنى عليه ويكونسيرف بيسيبه زي ما هو. And this is an example، في هنا هو زي contusion كده عند السبلين، والجريد 1 زي ما هم قايلين بيخف تقريبا، جريد 1 وجريد 2 بيخف في خلال 4 شهور، وجريد 3 بيخف في خلال 6 شهور، اما جريد 4 لازم يتشال سيرجيكال. عندنا بقى حاجة اسمها اسبلينوزيس، وديت انك انت تلاقي مجموعة من الاسبلينز منتشرة في جميع انحاء الجسم، بس بشرط يكون الاسبلين دوت كان معرض لتروما او جراحة سابقة. يعني كان في اسبلين، ثانية واحدة بس عشان ايه، لو كان في history of trauma او كان في history of surgery وبعدين حصل لاي سبب من الاسباب ان السبلينيك كبسول ruptured during surgery او during trauma، وحصل جزء من السبلينيك تيشو خرج بره الحته بتاعت السبلين باي تايم، كل حته من السبلينيك تيشو ده بتكبر وتعمل لنفسها سبلين في حته من الايه من البطن، فدوت الديزيز دوت اسمه سبلينوزس، وما ينفعش يتشخص الا لو كان في تروما او سيرجري. يعني ما ينفعش اي تشخيص السبلينوزس ده، اللي هو انت ممكن تتخيل العيان ممكن يكون عنده 100 سبلين جوه بطنه، كميه ضخمه جدا من السبلينز منتشره في جميع انحاء الجسم بسبب الجراحه او الايه او التروما. فلو انت بصيت هنا هتلاقي في المكان الاوريجينال بتاع السبلين في 2 جنب الليفر وجنب الكدني، في الحته ديت في 1 وفي 2 هنا اهوت في البلفس. ايه اللي هيخليك تقول ان دولت سبلينز؟ الهيستوري. خلاص الهيستوري لازم يكون واحد من الاثنين دولت، يا اما سبلينيك تروما يا اما ايه سبلينيك سيرجري. الانفاركشن ان ذا سبلين معناها ان في حاجه بوظت البلاد سبلاي، فبقى في هايبودنس اريا اللي هي سب كابسولر ويدج شيب ومش عارف كل المواصفات التي تنطبق عليه. لكن يكونسيدر ان السبلين ممكن يكون فيه انفاركشن واحد او اكتر، وان الانفاركشن دوت بمرور الوقت بيكشف الحجم ويبقى ليكوفايد ويتحول الى كره مليانه ميه اللي احنا سميناها سودو سيست او سكندري سيست، وان الانفاركشن ممكن بعد كده يديفلوب كالسيوم ويبقى كالسيفايد، وان السبلين من اوله لاخره ممكن يبقى توتالي انفاركت، يعني حاجه سدت السبلينج ارتري السبلين كله سود على طول من اوله لاخره.
من اشهر الحاجات اللي هي بتأفكت السبلين السيكل سيل انيميا. سيكل سيل انيميا معناها ان الار بي سيز بدل ما يبقى شكلها زي النعناع كده, ده نورمال ابييرنس اوف ذا ار بي سيز اللي هي الحاجات اللي انا بشاور عليها دلوقتي, بتتحول الى شكل السيكل, والسيكل هو دوت. عشان بس ايه, انا كنت في المحاضرات اللي قبل كده وقعد اقول لك والبتاع ووشي بيها الحشيش وانت بقى, فقلت انا ارحم نفسي واجيب كل الصور واخلص دماغي. فهو ده شايفه السكل, بيعملوا بيه ايه كل واحد على حسب بلده بقى, في ناس بتقطع بيه الرقبه وفي ناس, صح, زي في الجماهيريه كده, خلي بالك. طيب هو ده السكل خلاص. فالار بي سيز بتبقى بدل ما هي كده بتبقى كده, فده معناها انها abnormal shape, abnormal configuration, بتلزق في بعض وتلزق في جدار الفيسل, تعمل كور وتسد الفيسلز. السيكل سيل انيميا ليها علاقه جباره جدا بالسبلين, يا طبعا بتعمل حاجات كتيره جدا في الجسم لكن ليها علاقه جامده جدا بالسبلين. فبتعمل الحاجات دي, نمره واحد انها تسد الفيسل فتعمل انفاركشن, انها تعمل سبلينك سيكوستريشن, وده معناها ان كميه ضخمه جدا من البلاد بتبقى ترابد within the spleen, ودي ممكن ينفجر في اي لحظه ويموت العيان على طول. سبلينك رابشر بيكون سيكولي تو ذا سيكوستريشن, او هيموسيدروزس ان السبلين يبقى فيه ايرن ديبوزيشن, او حاجه اسمها اوتو سبلينكتومي فيبقى السبلين قد النمله وكالسيفايد في الاخر خالص بعد ال ان انفاركشن, زي اي انفاركشن في الدنيا اللي هو مثلث مثلا والبيز بتاعته لبره والايبكس لجوه سب كابسولار ان لوكيشن, اند ذس از وات وي كول سبلينك سيكوستريشن. مش معروف السبب بتاعها, لسبب او لاخر بيحصل ترابنج اوف ا هيوج اماونت اوف بلاد انسايد ذا سبلين, فالسبلين بيبقى كبير جدا جدا وعرضه ضخمه جدا ان هو ينفجر, اللي هم بيسموها ذا سيكوستريشن كرايسيس. فتلاقي العيانين اللي هم ده عيان عنده سيكل سيل انيميا والسبلين بتاعه بقى تقريبا شبه مالي البطن كلها في الوقت ده, اذا ما اتشالش بينفجر والعيان بيموت على طول. And the sequestration ممكن يكون خفيف بحيث ان جزء بسيط من البلاد يتحبس جوه السبلين, فيبان السبلين of heterogeneous CT density, حتت منه سودا due to infarctions وحتت منه مبيضية شوية due to the trapped blood within the splenic tissue. نعم شبه مظبوط, بس in absence of history of trauma and in the presence of history of sickle cell anemia then we reach the diagnosis. يبقى احنا الشغل بتاعنا كله منصب على الكلينيكال, العيان بيشتكي من ايه ونقدر نفسر الصوره على كده. ده هيموسيدروزس او الهيموكروماتوزس, قلنا ان هو بيأفكت الليفر مينلي وساعات يأفكت الليفر والسبلين, ولو عمل كده يبقى السي تي ملوش دور في التشخيص, ولكن الام ار هو اللي بيخليك تشوف السوادة الجامدة جدا compared to the muscles اللي هي ما بينزلش فيها الايرن ولا الهيموسيدر. And this is an example of autosplenectomy اللي هو سبلين بقى سفيف قوي 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 وبقى calcified اللي هو زي الاوتونيفريكتومي, وفي كذا حاجة اوتو. سبلينوميجالي بالسونار وبالسي تي وبكل الايميجينج معناها ان الكرينيو كودال دايمتر اوف ذا سبلين باكتر من 12 سم. يعني تعد المقاطع او تقيس في الالترا ساوند او في الام ار اي كورونال ان السبلين الدايمتر بتاعه من فوق لتحت بقى اكتر من 12 سم. لكن كل الناس عارفين ان في سبلين بيكبر بس بالعرض, يعني ما بيكبرش لتحت كده بيكبر كده, وبالتالي هتلاقينا احنا في بعض التقارير بنبقى عدين المقاطع اللي بان فيها السبلين وطلعت 12, بس احنا بنكتب ان السبلين كبير بيزد على المنظر بتاعه. في معادلات عند الجماعة بتوع البطنة وبتوع الهيماتولوجي انك تقيس العرض والطول وتقسم وتضرب وتعمل, احنا في غنى عن هذا الموضوع عشان عندنا سيستمز تانية وعندنا عيال في المدارس واللي انت فاهمين. طيب يبقى هو كل ما يكون في فضاء كل لما ايه تبقى انت متبحر في الموضوع. ايه اللي يكبر السبلين؟ حاجات رص بقى, افتح اي كتاب بتلاقي مثلا 20,000 سبب يخلي السبلين كبير. لكن لو انت حد سألك المفروض اللي يجي في بالك هي الحاجات الكومن,
يعني ما تتصدرش في الاخر خالص وتجيب من اخر الليسته، لا تقول الحاجات اللي هي الاصليه اللي هي زي ايه مثلا البورتال هايبرتنشن بالذات مع الليفر سيروزس وكده، الجوشر ديزيز من الحاجات المعروفه، الليمفوما من الحاجات المعروفه، ايه الحاجات اللي هي دوشم كبيره بتكبر السبلين. بعد كده بقى الراجل مصر انك انت تجيب الليسته لحد اخرها، تعبط بقى في الحاجات التانيه، تقول وقول اي حاجه تنفع تكبر الايه السبلين، بوليسايزيميا، مايلو فايبروزيس، انفكشنز بكل الانواع بتاعها. ازاي بتشخص سبلينوميجالي؟ زي ما احنا اتفقنا بتشوف ده كرينيو كودال دايمتر اوف ذا سبلين، او بعض الناس بتاخد الليفر كمقياس، لو السبلين الليفر خلص في المقاطع والسبلين لسه ما خلصش يبقى السبلين كبير. بس في بعض الاحيان بيكون الليفر هو السيروتيك ويكون السبلين عادي، في بعض الاحيان بيكون كده، مش في كل الايه مش في كل الاحيان. في نقطه مهمه وهنا نبهنا عليها قبل كده، اللي هو السبلين اللي فيه بقع في الام ار دي ما بتبانش في السي تي، ديت اسمها سيدراتيك نوديولز. سيدراتيك نوديولز يعني فيها هيموسيدرين. ففي بعض العيانين اللي عندهم بورتال هايبرتنشن في الام ار فقط تلاقي السبلين مبقع بقع سود، بتبان كويس قوي في التي 1 وساعات تبان في التي 2، ولكن لو انت شفتها تعرف انها اسمها سيدراتيك نوديولز او جامنا غاندي بوديز. خلاص، and this is ما هيش ديزيز ولا حاجه، ولكنها بتيجي in the course of the portal hypertension. ومش كل العيانين اللي عندهم portal hypertension عندهم these sideratic nodules، ولكن لو انت شفتها ما تبقاش متحير، لان انا اول مره شفتها في حياتي كنت مش عارف تفسيرها، بس عندي احساس داخلي انها مش حاجه، بس انا شايفها ما اقدرش اعمل زي بعض الناس ما بتعمل يقول لك كان مش موجود. وبعدين وانت تكتب التقرير وتطنش على، لازم تجيب سيرتها عشان الناس تعرف ان انت شفتها اصلا، وبعدين قول ان ديت ملهاش اكسبلانيشن. دلوقتي الامور بقت اسهل بكتير قوي، انك انت تروح فاتح الانترنت وكاتب بقع سودا في السبلين، يروح نزل لك على طول ايه الاسباب فتعرف على طول. طيب and this is an example of sideratic nodules in the spleen which are commonly seen في الام ار، ما بتتشافش في السي تي ولكن بتتشاف في الام ار اي especially في التي 1 weighted image. And this is the splenomegaly with sideratic nodules. لو انت شفت كده نعم. التي 2 برضه بيبان سودا برضه زي سيدراتيك، يعني فيها هيموسيدرين فبتبان سودا، بس في عشان السبلين بيسود في التي 2 ساعات، فانت البقعه ديت ممكن تختفي فما تعرفش تشوفها. بعد كده عندنا البورتال هايبرتنشن، وانت عارف ان البورتال هايبرتنشن ليه علاقه جباره جدا. نعم. ممكن يفرق السبلينك سيكستريشن من الانفاركشن؟ بيبقى صعب من غير كلينيكال، يعني لو لازم الكلينيكال يبقى موجود. السيكستريشن بيحصل في الاطفال الصغيرين اللي هم عندهم سيكل سيل انيميا، وبيبقى شبه الانفاركشن تقريبا، يعني مفيش اختلاف جامد قوي ما بين الاثنين، ولكن in the presence of the history لازم نفكر في السيكوستريشن، بالذات لو كان معظم السبلين is damaged. لكن لو هي بس وجه كده وينفع يكون infarction يبقى infarction. البورتال هايبرتنشن معناها increase in the blood pressure في البورتال فين، يا اما due to liver cirrhosis اشهر حاجه على الاطلاق، يا اما حاجات affecting the portal veins thrombosis اي حاجه من كده، تؤدي الى ان الكولاترالز ما بين البورتال والسيستميك سيركيليشن تفتح. والكولاترالز ديت مشهوره جدا، موجوده في اماكن عديده، اشهرها طبعا على الاطلاق هو ذا جاسترو اسوفجيال جانكشن او ذا ريجن اوف ذا سبلينيك هايلم او ذا ريجن اوف ذا امبليكس او ذا ريجن ان ذا انال كانال او الريكتم اللي هي بتاعه الايه الهيمرويدز. دول تقريبا اشهر الاماكن اللي هي بتبقى موجوده في الاوبننج اوف ذا سيركيليشن. فلو انت عملت سي تي ولقيت السبلين كبير، ممكن يكون كبير ممكن لا، لان سي مالتيبل دايليتد فيسلز اللي انت شايفهم اللي هم موجودين هنا موجودين هنا، ان يو نو ان العيان ده عنده بورتال هايبرتنشن. بغض النظر بقى ده عيان، وده اشهر حاجه طبعا السيروزس، الليفر صغير جدا سيروتيك ودايليتد بورتو سيستميك كولاترالز اراوند ذا سبلين. وطبعا كلكم فاكرين الحكايه اللي انا حكيتها لكم في الاناتومي، الفحص دوت كان زمان عشان تعرف فيه بورتال هايبرتنشن ولا لا قبل السي تي،
وتجيب ابره تخينه قوي وتحطها في السبلين، وبعدين تجيب سرنجه كبيره ومليانه صبغه وتحقنها جامد قوي في السبلين، فتلاقي يحصل بطشه كده، وبعدين تيجي الصبغه ان ذا سبلينك فين والبورتال وتشوف الفيرسز والكلام ده كله. خلاص الموضوع ده وبطل زي ما انتم عارفين، ولان بقى دلوقتي في سبلينوبورتوجرافي وفي دوبلر وفي ام ار، في حاجات كتيره جدا ممكن نعرف بيها هذا الموضوع. And this is an example of cirrhotic liver and splenomegaly and esophageal varices due to portal hypertension. وده esophageal varices من النوع الفاخر جدا، يعني see severely dilated collateral venous channels in the region on the lower part of the thorax، يعني around the esophagus من تحت، ودولت representing a good sign of portal hypertension and esophageal varices. اخر حاجه في السبلين هو التيومرز، والتيومرز اللي في السبلين البرايمري ار رير والسكندري ار انكومن، يعني السبلين نفسه ما عندوش حاجه يعتد بيها زي الليمفوما، هي الليمفوما اكتر واحد في الموضوع. البرايمري تيومرز اوف ذا سبلين زي الانجيو ساركوما، الانجيو ساركوما بتعمل ماس ان ذا سبلينيك تيشو زي اي حاجه تانية، يعني زي الميتاستاسيس وزي الليمفوما وزي اي حاجه تانية، وزي اللايمونوساركوما والهيمنجيوساركوما اي حاجه. ازاي بنعرف ان ديت انجيوساركوما؟ ما عندناش نو سبيسيفيك ايميجنج ابييرنسز، ولكن اي سوليد ليجن ان ذا سبلين از كونسيدر مالينجنت، اي سوليد ليجن ان ذا ليفر از كونسيدر مالينجنت انتل بروفد اذروايز، عشان في اثنين بناين ان ذا ليفر اللي هم مين بقى؟ الهيباتيك ادينوما و الفوكال نادر هايبربليزيا، والاثنين مش موجودين في السبلين، الاثنين مش موجودين ان ذا سبلين. يبقى لما تلاقي سوليد ليجن ان ذا سبلين يو كونسيدر مالينجنسي ايذر برايمري اور سكند. حد قال لك اختار لنا حاجه؟ تختار الليمفوما وانت مغمض، ان الليمفوما از ذا موست كومن سوليد تيومر ان ذا سبلين على الاطلاق. اند ذا سبلينيك نيوبلازمز اللي هم البرايمري على رأسهم الانجيو ساركوما، لكن ينفع يكون هيمانجيو بيريسيتوما، ليمفو ساركوما، سبيندل سيل ساركوما، اي حاجة من دول، وتعرفش تشخص اي واحدة منهم دونا عن الاخرى، ولكن هتلاقي السبلين كبير قوي كده وفي ماس، والماس اوف هيتروجينوس دنسيتي، كون ان فيها فيسلز برومينانت كده يعني ناحية الانجيو ساركوما مش دليل قوي، لكن يعني say بس ان this is a malignant lesion in the spleen most likely هيكون lymphoma. الهيمنجيوما انت فاكر طبعا الهيمنجيوما بتاعت الليفر كان شكلها عامل ازاي؟ مالو؟ كان cystic lesion، ولما تحيله السبغة يعمل marginal enhancement، صح كده؟ nodular enhancement، ولو استنيت عليه شوية يملأ بالسبغة. الهيمنجيوما اوف ذا سبلين دايما تبقى صغيره، وعشان كده اول ما تحن صبغه تروح كلها ماليه بالصبغه، وفي غير صبغه ما بتشوفهاش خالص اصلا لان هي صغيره وبتبقى شبه التيشوز اوف ذا سبلين ان يو كان نوت سي، لكن بعد لما تحن صبغه هتلاقي حاجه هوموجينسلي انهانسد كده اهوت سترونجلي انهانسنج ان ذا سبلين، مش عامله ديفورميتي اوف ذا كبسول زي الليفر بالظبط، ان يو كونسيدر ذيس از سبلينيك هيمنجيوما. And this is the most common benign splenic neoplasm. ولكنه ما بيتشافش في الطبيعي، يعني ما بيتشافش في الايمجنج، بيتشاف بعد العيان ما يموت، لما يعملوا بوست مورتم ستادز وكده تلاقي السبلين فيه منجيوما صغيره قوي، صعبه قوي انها تبان في الايمجنج. And is usually seen as an incidental finding، ما تعملش شكوى خالص لانها صغيره وما بتعملش مشاكل. ده ممكن يكون في مالتيبل في السندروم ده هو مالتيبل سبلينيك منجيوماز، او ان السبلين كله يبقى انفولفد بحاجه وتشيز يعني تكاد تكون يعني رير قوي اللي هي سبلينيك هيمنجيوماتوزس، هيمنجيوماتوز هيمنجيوما كبيره جدا جدا انفولفد ذا هول سبلين، لكن الهيمنجيوما اللي انت هتشوفها كل شويه ان ذا براكتس هي زي دي كده واحده صغيره قوي هوموجينس انهانسنج ان ذا سبلين. العيان ده عنده بالإضافة لكده سبلينوميجالي، وعنده ليفر سيروزس، وعنده أسايتس، وعنده هيمنجيوما، والهيمنجيوما is incidental finding. كذلك الليبوما، الليفر بيطلع فيه ليبوما قلنا، والسبلين برضو بيطلع فيه ليبوما، and the liboma contains fat،
والفات هوموجينس هاي بودنسيتي في السي تي وهاي سيجنال في التي 1 ولو سيجنال في التي 2. السبلينك ديبوزيتس علشان تشخص الديبوزيتس لازم يكون فيه برايمر. يبقى ال كون ان فيه كور 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 ان ذا سبلين ما يمنعش انها تكون لمفوم. كمان في ماسز ان ذا سوبر رينال جلاندز ما يمنعش برضو انها تكون لمفوم. لكن لما يكون فيه نون برايمري اللي هو زي البرونكوجينيك كارسينوما في الحاله ديت, then you consider these are metastases and the suprarenal glands برضو metastases زي ما احنا قلنا قبل كده. The metastases are uncommon and go to the spleen by the hematogenous spread by the blood and they are typically small and cystic. ولكن ما يمنعش ابدا ان تكون المتاستاسيس كبيره ومش cystic, يعني ما هيش حاجه من الحاجات التي يعتد بها. ده كده دي عيانة عندها endometrial sarcoma وعندها متاستاز ان ذا سبلين, واحده كبيره واحده الى حد ما اصغر شويه. حد هيقول ليه ما انا كونسيدر دوت ان هو انفاركشن مثلا او ان هو سيست من السيستيت العاديه اللي بتطلع في السبلين. نمره واحد يو كونسيدر ذا بريزنس اوف ا سوليد كومبوننت اللي بيقول لك ان ذس از مالجنت. نمره اثنين يو كونسيدر ذا هيستوري اللي بيقول لك ان في برايمري مالجنسي, ذن يو كونسيدر ذا بوسيبيليتي اوف متاستاسيس. الليمفوما اشهر واحد, the most common malignant lesion of the spleen, and the Hodgkin disease be affect the spleen 27% والنون هودجكن في اكتر طبعا. الليمفوما عند السبلين بتبان بصوره من اربع صور. نمره واحد السبلين كبير ما فيهوش اي فوكال ليجنز. نمره اثنين فوكال ليجن واحد بس. نمره ثلاثه كذا فوكال ليجن مع بعض. نمرة أربعة diffuse infiltration of the spleen. معنى كده ان العيان اللي عنده الليمفوما وعنده السبلين كبير ممكن السبلين ده يكون فيه ليمفوما وممكن لا وممكن ما يكونش فيه ليمفوما. لكن لو انت عملت سي تي والايد كورة 2 3 4 solid then you consider ان دوت ايه ليمفوما. قال لك بس العيان ده عنده primary malignancy يبقى you consider دولت metastasis. And this is an enlarged spleen with no focal lesion. Spleen كبير جدا ونازل في البطن زي ما انت شايف كده وما عندوش focal lesion. لكن العيان معروف انه عنده ليمفوما. هنا بقى تتوقف لان بيقولك مش كل العيانين اللي عندهم ليمفوما وسبلينو ميجالي بيبقى السبلين فيه ليمفوما. وكل العيانين اللي عندهم اللي ما عندهمش ليمفوما وعندهم سبلينو ميجالي ممكن يكون جزء منهم due to ليمفوما. And the solitary focal lesion سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة solid زي الكبير الكرومب أو دوت is diagnostic first possibility إن هو يكون lymphoma. Multiple focal lesions زي عيان عنده non-Hodgkin lymphoma receiving chemotherapy then you consider the possibility of lymphoma. إمتى تعتبر دولت metastasis؟ لما يكون العيان عنده primary malignancy. And diffuse infiltration of the spleen يعني السبلين مش في الدنسيتي بتاعته الطبيعية. الدنسيتي دي مش شبه الدنسيتي of the liver ولكن مفيش focal lesion تقدر تحط ايدك عليه. And this is diffuse involvement of the spleen by lymphoma. القاعدة دي بتقول ان السبلينوميجالي is not a reliable indicator of lymphoma حيث ان 30% من العيانين اللي عندهم lymphoma عندهم normal spleen و 30% من العيانين اللي عندهم ليمفوما عندهم ما عندهمش سبلينيك انفوم زي يعني يكون السبلين كبير بس ما فيهوش ايه ما فيهوش ليمفوما. يبقى لو السبلين كبير من غير فوكال ليجنز يحتمل ان هو يكون انفولفد باي ليمفوما ولا يحتمل برضو ان هو ما يكونش. And the presence of bulky lymph nodes in the retroperitoneum and in the mesentery ان يكونسيدر ده عيان عنده ليمفوما وعنده في نفس الوقت سبلينوميجالي. لكن السبلينوميجالي ده ممكن يكون ديوتو ليمفوما وممكن ما يكونش ديوتو ليمفوما. لكن لو السبلين فيه فوكال ليجنز زي كده then you consider the possibility of lymphoma. اخر حاجه زي ما قلت لك the spotted spleen السبلين اللي فيه بقع. السبلين اللي فيه بقع ليه احتمالات كتيره, يا اما حاجه انفلاماتوري يا اما حاجه نيوبلاستيك. الانفلاماتوري على رأس القائمة على الإطلاق هو الفنجس.
اول واحد تحطه هو الفانجس، وبعدين التي بي لما ما يكونش كالسيفايد، وبعدين البارازايتس، وديت مش معروفه قوي في الكلينيكال براكس، لكن السركويد معروف اكتر. يبقى انفلام، حد قال لك سبلين فيه بقع، تقول انفلاماتوري ليجنز رقم واحد فانجس، رقم اتنين تي بي، رقم ثلاثة سركويد، وبعدين تنقل على النيوبلازم، رقم واحد لينفوما، رقم اتنين ميتاستاسيس، رقم ثلاثة مالتيبل هيمانجيوماس. والهيمانجيوماس لازم تكون بيضة، يعني هتكون واخدة صبغة ومبيضية. ما هو دوت السبوتد سبلين أو السبلين الذي به بقع. هذا وبالله.